حضرتك مع شادي. وكنت القائد وبتعمل القرعه مع الكابتن شادي محمد. عايزين نتكلم يا كابتن عن المباراه دي ونقف عندها شويه كده ونحكي عن الذكريات والكواليس، بدايه من المباراه الاولى اللي كانت في استاد القاهره، المباراه اللي انتهت بالتعادل. يعني البدايات بقى كانت ازاي لما عرفتوا ان انتوا خلاص النهائي ضد النادي الاهلي واستعدادكم للنادي الاهلي، وهل كنتم متفائلين ان المباراه الاولى هتكون في القاهره وبعد كده هتلعبوا النهائي في تونس؟ فانا عايز اعرف يا كابتن كل الكواليس اللي ما حدش يعرفها ولا سمعها قبل كده في اي مكان. احنا في البطوله الافريقيه دي كنا لعبنا النادي الاهلي في دوري المجموعات يعني. تمام. وكان النادي الاهلي اول مباراه لينا كان ضد النادي الاهلي في صفاقس. تمام. والاهلي جايب يعني بعد اكثر من 52 56 انتصار ما خسرش. فكنا في اول مباراه واحنا جاهزين كسبنا 1-0، كانت ممكن هذه الانطلاقه لنا في البطوله قبل ما نوصل للنهائي. بعد انهزمنا في القاهره 2-1 النهائي ضد الاهلي، كنا قابلنا مع بعض ونعرفوا بعضنا، عملنا نتيجه كبيره 1-1 طبعا، وكنا يعني حتى قراب من تسجيل هدف اخر. الواحد نتيجه 1-1 اعطتنا ممكن للامانه كجماهير وكفريق اعطتنا يعني ممكن فرحه كبيره. ممكن الناس ما تعرفش انه في الواحد واحد احنا دخلنا لغرفه الملابس وبنغني، دخل مستر مانويل جوزي، هذه ممكن الناس ما تعرفش، دخل حجه الملابس نتاع نادي صفاقس وتكلم، بس يعني مين ترجم يعني بيتكلم بعصبيه، ترجم منا هاي الكابتن احمد الكابتن احمد عبده ترجم، قال ما تفرحوش مازال عندنا مباراة ثانية. تصور انت يعني مستر مانويل جوزيه دخلوكم اوضة اللبس، دخل وانتوا بتحتفلوا في القاهرة في استاد القاهرة، وقال ما تفرحوش مازال في مباراة ثانية ومش مش نكسب والاهلي باش يكسب. والله ده كان موقف غريب يعني للامانة. طب عملتوا ايه؟ يعني ما استغربتوش من رد الفعل؟ ما احنا استغربنا، هو بيعمل ايه الراجل بيعمل كده ليه؟ وبعدين احنا يعني هو ازاي جاب الثقة دي كلها منين؟ هو دي يعني واستغربنا احنا ممكن وقتها عندنا الفريق هذا ما عندوش خبره في افريقيا يعني. الاهلي قبلها بسنه كان واخذ بطوله افريقيا وجيل هذا دايخو في الالقاب، لكن مدرب الفريق المنافس يدخل اوضه اللبس ويقول لك ما تفرحوش ومازال في ماتش ثاني ومش نكسب فعمل نوع من الاستغراب لنا بعد طيب الامان. هل يا كابتن انيس التصريح ده كان ليه جانب نفسي على لعيبه صفاقس؟ احنا لعيبه الاهلي قبل كده اتكلموا وقالوا موقف مستر مانويل، لكن هم سمعوا ما حدش شافه، حضرتك شفته بعينك ولعيبه صفاقس شافوه، هل ده كان ليه عامل سلبي نفسي عليكم ولا الموضوع ما فكرتوش فيه كتير؟ لا 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 كان عامل سلبي للامانه. يعني ممكن قوت مستر مانويل جوزيه الناس تعرف، لكن من قوته انه مواقفه الناس تشوفها غريبه، لكن هو بيلعب على العامل النفسي كثير يعني الفريق ولا الفريق المنافس. احنا كلاعبين رجعنا لتونس وقلنا يعني اكيد انه اسم النادي الاهلي كبير، لكن مع اسم النادي الاهلي كبير ومع الموقف نتاع المدرب اثر علينا يعني اثر علينا للامانه يعني. كان مش اي انسان تجي الفكره انه يدخل الفريق المنافس ويكلمهم بالحده هذه، فممكن اثر للامانه اثر علينا. المباراه الثانيه يا كابتن انيس بقى خلاص المباراه الثانيه بتتلعب 1-1 تعادل سلبي يخرجكم بكاس افريقيا، فوز 1-0 يخرجكم بكاس افريقيا، لكن استعدادكم للمباراه ونزلتوا ارض الملعب والجمهور موجود في ملعب رادس، وانا عارف ان ملعب رادس كان ممكن يكون عامل مشكله بالنسبه لكم، هو ده اللي غير الحسابات اللي موجوده لدى مستر مانويل جوزيه ولدى نادي صفاقس التونسي. ايه الملعب رادس كان ادفانتج للنادي الاهلي اكثر من احنا الأمانة يعني. ليه بقى كابتن ادفانتج؟ او ليه ميزه للنادي الاهلي؟ ميزه للنادي الاهلي لانه كان لانه في لو لعبنا في صفاقس ملعب والحاجه صغير في الصغير ومتعودين به كثير يعني ممكن في صفاقس تتغير الامور، لكن مش عارف مين رئيس النادي قرر ولا الاتحاد التونسي عشان يحتفل بقى في ملعب كبير في وجود جماهير اكبر. صحيح جماهير اكثر من 60,000 لكن الملعب كان واسع ومميز ويخلي النادي الاهلي يلعب الكره. احنا ضغط كبير كان المباراه هذه، كان ضغط كبير علينا لانه كما قلت لك مش يكون اول لقب في تاريخ النادي صفاقس وممكن حتى اول لقب في نسخه جديده للانديه التونسيه، هذاك علاش كان ضغط عالي جدا. حاولنا احنا شفنا يعني عملنا مباراه تكتيكيه مميزه، بعد اكيد انه توقيت الهدف هو اللي كان صعب على لينا على اللاعبين وعلى الجمهور. ممكن كان سجل النادي الاهلي
في اول في الشوط الاول ولا في الشوط الثاني كان ممكن تكون اقل يعني الصدمه، لكن الوقت هذاك التوقيت هذاك كان صعب جدا علينا. بس كابتن انيس انتم في البدايه بداتوا يعني زون، ما كانش فيه هجوم من نادي الصفاقس، وبالتالي النادي الاهلي بدا يغير في التكتيك بتاعه، بدا يدفع براس حربه ثاني جنب فلافيو، بدا يكون في تغيير ناحيه اليمين، الكابتن اسلام شاطر يكون موجود مكان محمد عبد الله، كان في بعض التغييرات الفنيه، وبدا النادي الاهلي يعتمد على الكرات الطويله علشان يعتمد على فلافيو في ضربات الراس والكروسات من الناحيه اليمين او الناحيه الشمال. هل ده ممكن نقول ان نادي الصفاقس كان عامل حساب كبير قوي للنادي الاهلي في المباراه الاخيره، وبالتالي هو ده اللي خلى نادي الصفاقس يعني بعض الشيء يعني متحفظ على ادائه الدفاعي؟ هو كنا عاملين اكيد نعرف الفريق يعني وقت النادي الاهلي من احسن يعني احسن فرق وقتها. والنتيجه الاولى كابتن بالنسبه لكم ما كانتش سبب ايضا في ان انتوا تلعبوا زون ديفنس؟ هي دي الاشكال في الواحد واحد يعني يعني ممكن حتى الناس ما تعرفش انه لما تعمل واحد واحد برا ارضك مشكله للمدير الفني وللاعبين، فالواحد واحد لا تعرف لا تهاجم، تقول نهاجم ممكن نحط مساحات يسيبوا، ولو تدافع في اي لحظه يسجل لك هدف، فاحسن ممكن من اسوء نتائج خارج ارضك انك تعمل نتيجه بص يا كابتن واحد كابتن واحد. لا انا ما متذكر اللحظه كابتن، اللحظه عليك عملت ايه في اللحظه دي؟ لا ما للامانه كانت قلت لك كان شعور صعب جدا يعني، نحس انه الدنيا قلوب التونسي كحاله يعني سودة ولات، ما لانه بلكت عندنا هنا بلكت خالص لانه انت ثلاثة دقائق وكنا مفكر في اليابان وكاس عالم الانديه، وقتها كانت حاجه جديده 2006 يعني حاجه جديده، فتخسر كل هذا في لحظه، اكيد انه الموقف كان صعب جدا. قلت لك يعني مشكله انه في الواحد واحد صح، والوقت لما كل مره الوقت بيعدي النادي الاهلي مستر مانويل جوزيه والحاجه في الصفر صفر يقدر يجازف، لانه حتى لو يجي فيها هدف عادي، لو سجل يبقى النادي الاهلي بطل، لو ما سجلش عادي، لانه هذيك هي الكره يعني يجم ياخذ الريسك. في المقابل احنا ما عرفناش يعني، قعدنا ندافعوا نخافوا نهاجموا نخليوا المساحات، النادي الاهلي فيه فلافيو خطير مع متعب خطير، تغييرات كانت بصراحه يعني ممكن تغيير الناس كان غريب بالنسبه لهم، مستر مانويل جوزيه طلع عبد الله باكريت ودخل اسلام الشاطر، عمل شوط ثاني عالمي، تعبنا كثير من الناحيه اليمين بتاع النادي الاهلي في وسط الميدان، كيف تخلى شيتوس تعبنا كثير، احنا لعبنا بثلاثه لاعبين ارتكاز ومدرب اخر، مدرب مش كان احنا يعني اللاعبين ضغط علينا، هو المدرب اول تغيير عمله تاخر بالتغييرات، اول تغيير عمل بعد ما النادي الاهلي سجل، يعني تعرف انه الضغط كان كبير، ما عرف ليش نتعامل مع الضغط للامانه. طيب يا كابتن هنكمل مع